صباح الأسرة، صحة ونصيحة. مرحبا بكم جديد مستمعينا ومستمرين في هذا اللقاء من صباح الأسرة بفقرة صحة ونصيحة. مرض آخر من الأمراض الجلدية تقلق كثير من الناس وهو ما يعرف بالحزام الناري. فما هو هذا المرض وما هي العوامل التي تساعد في ظهوره وكيف يمكن علاجه وكذلك ما هي أهم طرق الوقاية والنصائح من طرف الأخصائيين في هذا المجال؟ لذلك نستضيف لكم مستمعينا اليوم في هذه الفقرة الدكتورة وداد السلاوي مختصة في الأمراض الجلدية. فأهلا بك مرة أخرى دكتورة السلاوي. أهلا سيدة، مرحبا بجميع المستمعين. إذن دكتورة السلاوي، موضوعنا اليوم يتعلق بمرض اسمه الحزام الناري، فما هو هذا المرض وهل هو معدي؟ الحزام الناري هو واحد التهاب فيروسي اللي تيصيب الجلد والأعصاب وتيظهر بحال واحد طفح جلدي على شكل حزام، بها كنسميوه حزام، وناري حيث كيتميز بوجود واحد الألم شديد، هو لوزونا اللي كنعرفوا بالعامية بالفرنسية. هل هذا المرض معدي دكتورة؟ هذا المرض غير معدي، ستدير الشخص الكبير اللي عنده الحزام الناري اللي هو الزونة ما يقدرش يدوزه لشخص آخر، ولكن اللي كان الزونة مثلا عند شخص كبير ومعاه واحد لانفان صغير يقدر يدوز له لافاريسيل نفس الفيروس. نعم نعم، إذن الزونة ماشي معدي ولكن عند طفل صغير يقدر يعطي لافاريسيل. نعم، إذن الأسباب أو العوامل اللي كتؤدي إلى ظهور أو الإصابة بالحزام الناري بشكل عام دكتورة؟ المسببات ديالو هو واحد الفيروس من العائله ديال الخباس. حنا الخباس اللي تنعرفوه هو ديك الحبوبات السخانه اللي كتبان فوق الشفاء، هذاك هو الخباس نمره واحد. كاين دوطخ زخباس هما هادو ديال اللي مسبب في لافاريسيل وفي الزونه، هو نفس الفيروس اللي كيسبب الاصابه بالمرض ديال الجدري المائي اللي هو لافاريسيل. في المره الاولى تيعطي لافاريسيل والفيروس تيبقى نائم في العقد العصبيه لعده سنوات، وفاش كيعاد التنشيط ديالو كيمر هذا الفيروس من الاعصاب وتيوصل للجلد وكيعطيني هذا الحزام الناري. اذا في الاول هو الفاريسيل، ومن بعد كيبقى نائم في العقد، ومن بعد كيقدر يظهر على شكل زونه مثلا اللي ضعفت المناعه من بعد واحد التوتر ولا القلق ولا انفعال. عند الناس اللي كبار في السن مثلا الناس اللي كيتعداو 60 عام كيقدروا فاسيلمون يجيهم هاد الزونه حيت المناعه ديالهم تضعف. بعض الامراض مثلا السرطان يحفظوا السكري ولا مرض المناعه المكتسبه، ولا الناس اللي كياخذوا واحد الادويه اللي كتهبط المناعه بحال لي زيمينو سوبريسور ولا الكورتيزون، تما كيقدروا يظهر عندهم هذه الزونه في واحد السن المتقدم. لمزيد من التوضيح بالنسبه للتعرف على هذا المرض دكتوره، يعني كيفاش يمكننا نعرفوا بان هذه زونه او هذا حزام ناري؟ يعني كيفاش كيظهر على الجلد؟ يعني واش هو دائما واضح او يمكن ان يختلط مع امراض اخرى؟ في الاول ممكن يكون هي الالم، ولكن الم شديد بحال النار، بها كنقولوا له ناري، ممكن يكون على شكل كهرباء ولا بحال لسعه، الم اللي حاد وحارق. بعض المرات راه تيشبهوه الالم ديال الولاده، وهنا كيكون واحد سوء تشخيص، ما تيعرفش الواحد انه الم ديال الزونه. عاد من بعد كيبان واحد الحويصلات بحال دي فيزيكول في المنطقه ديال العصب، في المسار ديال ديك العصب، يمكن له يكون اما على الصدر اما على الظهر اما على السره، بها كيسميوه الحزام. وبعض المرات يقدر يكون في الوجه في الجهه ديال العين، وهذه الاصابه كتكون خطيره للحفظ حيت تقدر تعطي خطر ديال العمي. لهذا الناس اللي كيكون عندهم زونه في هذه المنطقه كنصيفطوهم عند الطبيب المختص ديال العيون باش كيشوف العين ديالهم من الداخل كيفاش كيظهر على شكل الم، ومن بعد كيظهر الطفح. اذا بالنسبه للشخص اللي تصاب بهذا الحزام الناري مره، هل يمكن ان يصاب به مره ثانيه؟ وما هي الاسباب اللي كتؤدي الى تكرار الاصابه؟ الحزام الناري تيجي مره واحده، الزونه فاش نديروها مره اللي ايمونيزونت، سيتادير كناخذوا المناعه وما كتعاودش تجينا مره اخرى. اذا كتظهر مره واحده الزونه. باغ كونطخ ليغباس هو اللي كيقدر يجي عده مرات، ليغباس النوع الاول. لما الحزام الناري مره واحده كيتصاب فيه في الحياه. اذا بعد او عند الاصابه عفوا، هل هناك علاج خاص بهذا المرض؟ عند الإصابة كل ما كان العلاج مبكر في 3 أيام الأولى كتكون النتيجة على الأعصاب مزيانة، سيتادير ما تيبقاش الألم من بعد كتير. العلاج هما مضادات لفيروسات، سي دي زونتيفيرو بحال لاسيكلوفير بحال الفالاسيكلوفير اللي كناخذوهم واحد المدة ديال 7 أيام حتى 10 أيام. من بعد اللي كان الألم كنعطيو مضادات الألم بحال الباراسيتامول بحال لاكودين، كنعطيو بعض المرات فيتامينات اللي تتسرع من الشفاء ديال العصب بحال فيتامين بي 6 بي 9 بي 12،
فاش كيكون الالم غير مستحمل وهذه الادويه غير كافيه كندوزو لدرجات ما اكثر بحال مضادات الصرع، كنقدروا نوصلوا لهم لانيرولبتيك، ولا كنعطيو مضادات للاكتئاب باش كيهدنوا ديك العصب اللي كيعطي الحريق. هل هناك مضاعفات لمرض الحزام الناري دكتورة؟ المضاعفات الكبيره والخطيره ديالو هو الالم، يقدر الحويصلات يبراو ويبقى الالم عده شهور، بعد المرات عده سنوات مرتفع الجلدي. لهذا العلاج المبكر في الثلاث ايام الاولى مهم بزاف باش ما تبقاوش مضاعفات على الاعصاب من بعد. الآن بالنسبة للوقاية، هل يمكن الوقاية من الحزام الناري؟ قلنا ان الحزام الناري تيظهر فاش تضعف المناعه، تما فين الفيروس اللي تيكون كامن في العقد كيظهر على الجلد. اذا لقوينا المناعه ديالنا غادي نقدروا نتوقاو من هذا الحزام الناري. كيفاش؟ يكون عندنا اكل متوازن وصحي، نديروا الرياضه ديالنا، يكون النوم كافي باش نقويو جهاز المناعه ديالنا. والوقايه الاخرى اللي تظهر ديرنييرمون ان فاكسان اللي كيديروه عند الناس الكبار في السن، مثلا اودولا دو 60 عام، اللي كيوقي من ظهور ديال هاد ديال الحزام الناري على الجلد وعلى الاعصاب. إذن في الأخير كالعادة دكتورة سلاوي، وفي هذه الفقرة صحة ونصيحة، فما هي أهم النصيحة يمكن تقديمها اليوم لمستمعينا الكرام بالنسبة لمرض الحزام الناري؟ النصيحة اللي نقدم لهم أنه فاش يظهر واحد الألم في المسار ديال شي عصب، مثلا على الصدر ولا على الظهر ولا على السرة ولا على العين، وتبدا تبان لي حويصلة فيزيكول وحدة، يزوروا الطبيب باش نديروا العلاج المبكر في الثلاث ايام الاولى باش تنقصوا من الاحتمال ديال الاصابه ديال العصب، وتنقصوا من ديك الالم الناري اللي شديد جدا. دونك العلاج التشخيص المبكر والعلاج المبكر هو اللي تنصح به المستمعين ديالنا. نصيحة نتمنى بأن تصل للجميع، وباسم الجميع كذلك أشكرك جزيل الشكر الدكتورة سلاوي وداد، أخصائية في الأمراض الجلدية، وإلى فرصة أخرى.